وبقصر الشعب بالعاصمة تلقى السيد رئيس الجمهورية التهانية والتبريكات بالمناسبة، بداية من ضيوف الجزائر الذين قدموا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى 67 لاندلاع الثورة المظفرة، ثم كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وزير المالية ورئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الحكومة، إلى جانب مجاهدين وأفراد من الأسرة الثورية وشخصيات وطنية وسياسية وإطارات سامية في الدولة عسكرية ومدنية وممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.